اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجنا القران والعلم والحياه في هذه الحلقه ساتحدث اليكم عن اثنين من كبرى مشكلات العلم المعاصر اشكالات كبرى في علم الكونيات على وجه التحديد لكي تروا حجم الحيرة التي تأخذ بالعلماء عندما يواجهون مسائل لا يستطيعون حلها هذه المشاكل التي بالحياة مشكلتين سأحكي عنهم لا زالت قائمة برغم الجهود الهائلة التي بذلت على مدى ثلاثين سنة مضت والمشاكل لا زالت قائمة بعد ان وضعنا الحل لمشكله خلق الكون من العدم ثم نظريه الانفجار العظيم التي فسرت لنا السيناريو القصه التي نشات بها الذرات الاولى والمجرات الاولى والنجوم الاولى بعد ما انتهت هذه الصوره واكتملت الى حد كبير ليس الى حد نهائي بقيت مشاكل في نظريه الانفجار العظيم، اول ما ظهرت هذه المشاكل هي بعد الحسابات النظريه حسابات النظريه لكثافه الماده والطاقه في الكون. النظريه تقول طبعا النظريه اقصد بها نظريه النسبيه العامه والنظريه الكونيه الشامله كلها تقول أن كثافة المادة والطاقة في الكون يجب أن تكون مقدارا معينا سموه الكثافة الحرجة critical density هذه الكريتيكال density فيما وجد بالأرصاد الحقيقية بالأرصاد الكونية والفلكية غير متحققة بالكون بالحقيقة ماذا وجد الفلكيون؟ وجدوا أن مجموع الطاقة والمادة كله في الكون المنظور ليس أكثر من خمسة بالمئة من الكثافة الحرجة خمسة بالمئة يعني خمسة وتسعين بالمئة من المادة والطاقة في الكون مجهول كانت الحقيقة في الثلاثينات من القرن الماضي القرن العشرين كان هنالك ارصاد على المجرات ووجد الباحثون الفلكيون بالارصاد ان سرعه دوران المجرات حول نفسها اكبر مما ينبغي ووجدوا ان سرعه دوران المجرات في اطرافها الخارجيه تقريبا ثابته هذه كانت مشكلة حلوها بفرضية نظرية أنه الك... هذه المجرات تحتوي على مادة غير منظورة سموها المادة المظلمة دارك ماتر الحل نظريا على الورق أوكي ناجح وين الإشكال الإشكال وين هالمادة المظلمة وين وينها شو هي يعني كلمة المادة المظلمة يعني تعني انه لا تبعث ضوء ولا تمتص ضوء. طيب ايش هي؟ شو ممكن تكون؟ كما قلت دوران المجرات في اطرافها الخارجية السرعة اعلى مما ينبغي تفسر ممكن ممكن تفسر بوجود مادة مظلمة بس وين فعليا هذه المادة المظلمة؟ كمان في الستينيات وبالسبعينيات لما اكتشفوا الخلفيه الكونيه الميكرويه يعني الكون ككل ورجعوا لحسابات كما قلت الكثافه الحرجه critical density وجدوا انه الماده الموجوده ليست اكثر كما قلت من 5% راحوا رجعوا على فكره الماده المظلمه قالوا اذا موجود ماده مظلمه هي عبارة عن 95% من الـ الـ المادة اللي ينبغي أن تكون في الكون حتى يزبط النموذج الكوني لاحظوا نحن دائما أعزائي المشاهدين لتعلموا أننا دائما عندنا نظرية وتجارب نظرية وأرصاد نطابق ما بين الأرصاد نتائج الأرصاد والنظرية فإذا ما انحلت المشكلة يعني أو ظهر مشكلة نبحث لها عن تفسير ها هي طريقة العلم لكن أحيانا نصير للعلماء حيرة يعني يحتار العلماء حيرة كبيرة في, في إيجاد تفسيرات تتطابق طبعا مع مجمل نظرية العلم يعني أنت ما يصير تقدم لي مقترح أو حل يحل جزء من المشكلة ويطلع لي مشاكل أخرى كثيرة حتى نظرية الانفجار العظيم للعلم حلّت مسألة أو جملة مسائل ورجعت طلعت معها مشاكل أخرى ما الذي يعني هذا؟ هذا يعني أن هناك نقص في النظرية أو أو عدم دقة بالأرصاد، لكن الأرصاد غالباً سهل إعادة تدقيقها ومن السهل مراجعة الأرصاد و لكن ليس من السهل الوصول إلى نظرية متكاملة اليوم يعني قصدي بهذا العصر خلال القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين أمامنا معضلات كبرى في القضايا الكونية واحدة منها هي هاي شغلة المادة المظلمة دارك ماتر أه نظريه النسبيه تقدم لنا نماذج كونيه وهي اللي جاء منها حساب سرعه تمدد الكون اجا منها حساب الكثافه الحرجه في الكون اجا حساب هندسه الكون اجا حساب مصير المتوقع للكون كما قلنا في حلقات وتتحدث في حلقه سابقه عن مصير الكون مثلا هاي كلها تقدم لك إياها النظرية النسبية طيب ما موثوقية نظرية النسبية موثوقيتها أو مصدر الموثوقية أنا ليش أنظر بالنظرية ليش, ليش أثق بأن هاي النظرية الانفجار العظيم أو نظرية النسبية العامة أنا أقول صحيحة لأنها تحقق لي نتائج أيضا بالرصد فانتبه هنا عزيزي المشاهد وضع النظريات العلمية ليس مسألة سهلة كل واحد يقدر يعطي نظريات من عنده بس إيش حساب مثل ما يقول العامي حساب البيدر أحيانا مش زي حساب الدفتر حساب الدفتر اللي هو النظرية قد لا يتوافق مع حساب البيدر اللي هو الأرصاد هذا يؤدي إلى إشكاليات مثال على مصداقيه النظريه النسبيه انحراف الضوء بتاثير المجال الجاذبي للمجرات تم التحقق منه يعني انا مو من السهل اشطب على نظريه الانفجار العظيم او اشطب على نظريه النسبيه الا ان يكون امامي بديل اخر يفسر ظواهر واقعه في العالم يعني احيانا انا تصلني رسائل وايميلات وتصلني مسجات وحتى مكالمات هاتفيه، يقول لي لماذا تؤمنون بنظريه الانفجار العظيم؟ نظريه خاطئه تتعارض مع القران، ما ادري ايش، وبعض الناس يعتقدون ان نظريه الانفجار العظيم هي التي تعبر عن محتوى المحتوى القران كما يعني وصف فيه خلق السماوات والارض في ايه معروفه أولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما فيقول لك هي هاي النظرية الصحيحة اخرين يقولون لا مش صحيحة الان من العامة انا اقصد العامة العلماء يتعاملون غير شكل ما يتعامل بالطريقة هاي المزاجية والمهم لما اقتنعوا فعلا بوجود المادة المظلمة يجب ان تكون هنالك مادة مظلمة لا تشع ولا تستقبل اشعاع ودرسوا التأثيرات وجدوا أن التأثير الرئيسي للمادة المظلمة هو الجاذبية يعني هي تتمتع بصفة الجاذبية تجذب الأشياء كما تجذبها الكتل الأخرى لكنها لا تشعر فقالوا شو قالوا والله أول شيء ممكن تكون أنه هذه عبارة عن أجرام سماوية ولكنها غير مضيئة مثل النجوم النيوترونية مثل الـ 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 الأقزام البنية مثل الأقزام البيض مثل البلاك هولز الثقوب السود عبارة عن أجرام تجمع كتلة هائلة في حي صغير جدا فقال لك ممكن أن تكون هذه المادة المظلمة هي مختزنة في هذه الأجرام فأطلقوا مشروع اسمه ماتشو ماسيف استروفيزيكال كومباكت هالو هذا مختصر يعني ماتشو مختصر لهال العباره عباره قالوا هذه عباره عن ايش اجرام تحف بالمجرات وتوجد حول المجرات بكثافه هائله كبيره وبالتالي تعوضن احنا ما نشوفها لانه هي اصلا ما تبعث ضوء كثير وبالتالي هذا اللي يحصل عملوا هذا المشروع وظلوا حوالي 15 سنه مراصد كبيره تبحث في السماء عن الماتشو عن عن الكومباكت اوبجكت هذه الاجرام التي تكتنز الكتله لم يجدوا نسبه الا نسبه ضئيله حوالي 20% تغطي 20% في الحد الاقصى التقديرات الاقصى من الكتله الكتله المفقوده في الكون شافوا سدم غازيه ايضا موجود سدم غازيه معتمه بالمناسبه السدم المعتمه لان في سدم مضيئه وفي سدم معتمه وكما يتضح لكم بالصوره يعني على الشاشه السدم الغازيه العظيمه هذه نعم تكتزن تختزن ماده وتكتنز ماده لكنها ليست لا تغطي بالحد الاقصى كما قلت 20% من الكثافة الحرجة بعدين علماء الجسيمات الأولية قالوا لا لا الموضوع مش compact objects ولا هي أجرام تكتنز إنما هي مليارات المليارات المليارات من الجسيمات الدقيقة وهذه الجسيمات سموها اعتبروها طبعا هذه الجسيمات أولا لازم تكون ضعيفة التفاعل يعني معناها لا تجذب ولا 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 تشع ضوء كذلك سموها ويمبس، ويكلي انتراكتنج ماسيف بارتيكلز. نظريه الجسيمات الاوليه تتيح لنا مثل هذا الخيار. واول خيار الحقيقه كان انه النيوترينو وهو جسيم ضئيل جدا ضئيل الكتله. لكن عدد النيوترون النيوترينوهات الموجوده بالكون يفترض ان يكون كبير جدا 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 بحيث يغطي ربما الكتله الحرجه او جزء كبير منها. فوجدوا جسيمات اسمها الاكسيونز. هذه جسيمات ضعيفه التفاعل مثل ما يتطلبوها، وين وجدوها؟ بالدفتر. بالدفتر خلينا نروح على البيدر نشوف شو موجودة جسيمات ولا ما موجودة شو يتطلب هذا يتطلب تعمل مشاريع لكشف هذه الجسيمات طيب لكي يكون المشروع ناجحا يجب أن يكون الكواشف هذه الجسيمات تحت الأرض وأن تحاط بكمية كبيرة مثلا من الماء أو العوازل ليش حتى لا يكون هناك تأثيرات موضعية من الصخور مال الأرض مثلا من الغلاف الجوي من يعزلونها يعزلون كواشف قصدي فيجيبون كمية من مثلا غازات معينة أو سوائل معينة يحطوها ويتوقعون أن يكتشفون تصادم هذه الجسيمات الغريبة العجيبة مع ذلك الجزيئات ذلك الغاز وذراته وبالتالي ممكن ان تولد مثلا مثلا اشعاعات معينه مثلا في طرائق كثيره حقيقه صرفوا ايضا مئات لا بل الاف الملايين من الدولارات على مثل هذه المشاريع للكشف عن الويكلي انتراكتنج ماسيف بارتيكلز ولم يجدوها لم يجدوها عملوا مثلا مشروع آآ آآ تحت الارض 1500 متر تخيل تحت عمق 1500 متر نزلوا على على وعملوا مختبر هناك ونصبوا اشي اسمه كاشف الزينون العظيم لارج اندر جراوند زينون ديتكتور يرمز له لوكس هذا اللوكس اشتغلوا ايضا عليه عشر سنين عدد كبير من الباحثين والعلماء يريدون اكتشاف حدث مؤكد واحد ان الاكسيونز موجوده لم يجدوا شيئا في هذه العمليه مشروع كاشف الزينون تحت الارض هذا اعلنوا في عام 2016 فشله. اعلنوا فشل المشروع بوثيقه رسميه علماء القائمين على المشروع. وهكذا بقيت مشكله الماده المظلمه. طبعا هنالك اقتراحات هنالك بدائل لفكره الماده المظلمه ساتي عليها. حاولت هذه البدائل تقديم بعد طبعا ما شعروا انه مش يعني الكشف ماذا يبين لنا شيء فقالوا لا قالوا هو اصلا لا يوجد ماده مظلمه بل مثلا قوانين الفيزياء الاساسيه يكون لها تصرف ثاني في حالات أخرى غير الحالات اللي مثل قل لك الدوران المجرات حول نفسها ها يتم بتسارع بطيء جدا 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 في أطرافها الخارجية التسارع الصغير القليل جدا يجعل مثلا قانون نيوتن الثاني اللي يقول القوة تتناسب طرديا مع التسارع أو التسارع يتناسب طرديا مع القوة المسلطة هذا القانون مش صحيح هذا القانون يراد له تعديل فاحد الباحثين وهو مردخاي ميلجروم ب 82 قدم تعديل لقانون نيوتن الثاني ينطبق في وين في حاله التسارع البطيء جدا زين ولكن هاي نظريه ميلجروم للعلم ممكن تفسر لنا منحنيات المجرات ولكن لا تفسر لنا الـ الـ الكتله الحرجه او الكثافه الحرجه التي في الكون فبالتالي نظريه ميلجروم برغم انه على فكره هو ما عنده ما عنده ميلجروم مردخاي هذا الرجل ما عنده اشتقاق للقانون الجديد وانما فرضيه فرضها على الشكل وارى انها مجرد ترتيب يعني يعني زبط مثل ما يقولون زبط الشغلة يعني ولذلك نظريته ما مشت برغم أنه نشر عليها يمكن أقدر أقول بضعة مئات من البحوث 200-300 بحث نشر على نظرية مردوخاي هذه والقائمة مشكلة المادة المظلمة قائمة الحقيقة أنا إحدى طالباتي بالماجستير قدمت مقترح ايضا والمقترح هو كان من عندي باشرافي بس هي اشتغلت عليه تفاصيل وتبين ان مقترحنا وهو وجود قوه معيقه تنشا من تفاعل الماده الماده الحقيقيه نسميها الماده الباريونيه مع تقلبات الفراغ اللي هو الفاكيوم مع الجسيمات المجازية اللي حكينا عنها بحلقة سابقة تفاعل بيناتهم ممكن أن يؤدي إلى دراك فوس قوة معيقة وهذه القوة المعيقة هي اللي تسبب الإشكالية في دوران المجرات وفي الكوزمولوجيا يعني معدل سرعة توسع الكون معدل توسع سرعة الكون يصير أبطأ طبعاً بهذه الحالة ومما يعني انه في كتلة كبيرة بالكون وهو ما في كتلة كبيرة، هو فعليا في قوة معيقة، هذا ايضا مقترح يعني. آه يعني لكن وين الإشكالية؟ تعال اثبت انه في هيك قوة معيقة تنشأ من تفاعل المادة الباريونية ما يعني ما عدنا ما عندنا إثبات عليها. إنما هي أيضا نوع آخر من التزبيط أو اختبار الفكرة اختبار الفكرة حتى الآن حتى الآن ناجح لكن يحتاج إلى جهد أكبر لكي يقدم عالميا ويصح قبوله عالميا المشكلة الثانية الكبرى اكتشفوا بال 98 أن الكون يتسارع فظهر السؤال لماذا يتسارع الكون ما هي القوة الدافعة؟ رجع السؤال على ايه؟ توسع الكون. لماذا اصلا يتوسع الكون؟ ولماذا يتسارع في توسعه؟ هذا سؤال فعلا صار جدي بعد ال 98 وطلعت فكره الطاقه المظلمه. على نفس الرنه مال الماده المظلمه أرصاد الخلفية الكونية الميكروية بعد ما دققت بالمناسبة تطورت كثير يعني تطورت المجسات اللي تكشف اللي, اللي تبحث فيما أسميه شهادة ولادة الكون اللي الخريطة اللي تنطيني خريطة السماء توزيع الطاقة في السماء كشفت بالفعل نعم عن أن هنالك ربما طاقة مظلمة دارك انرجي في هذا الكون هي التي تدفع الكون إلى التوسع لتفهمها أكثر عزيزي المشاهد أقول يعني أقدم لك إياها بأبسط ما يمكن ما يمكنني يعني في نموذج الكوني السكوني ما تبع أينشتاين بال 1917 قبل اكتشاف توسع الكون أينشتاين كان يعتقد أن الكون ساكن لأن هذا هو المسار هذا هو الفكرة الطاغية في وقته فشو عمل معادلات أينشتاين كانت تعطيه كون متوسع أو ينهار أو ممكن ينهار تحت تأثير الجاذبية حقيقة هي ينهار بعض الباحثين يقول لا هو بالحقيقة القوة الفاعلة هي الجاذبية وهذا يؤدي أن الكون يجب أن ينهار فشو عمل اينشتاين؟ افترض قوة تنافرية بين المجرات تعمل على مدى بعيد يعني مسافات بعيدة تتنافر المجرات وهذا الذي يؤدي ايش؟ قوة معاكسة لقوة ايش؟ التجاذب فشي يصير عندك؟ يصير عندك بتضبيط قوة التنافر على حد معين يصير ايش؟ الكون فروزن يعني يصبح الكون آه يصبح الكون سكوني او ساكن لما هابل اكتشف توسع الكون راح عليه اينشتاين زي ما حكينا بلقاء سابق واقنعه هابل انه لا الكون هي بده يتوسع فقال اه انا عملت اكبر غلطه بحياتي عملت اكبر غلطه حطيت هذا الكوزمولوجيكال كونستنت الان بعد مضي الوقت واكتشفوا اول مره شالوا الكوزمولوجيكال كونستنت لكن عندما قاموا بأرصاد حديثة بالقرن ال... نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين صار عندهم قناعة أن الكوزمولوجيكال كونستانت يجب أن يعود الكوزمولوجيكال كونستانت يجب أن يعود لماذا لكي يفسر ماذا الطاقة المظلمة فهو أيضا طاقة وبالفعل أنا اشتغلت شخصيا على هذا الموضوع وفي عمل عده ابحاث نشرتها في دوريات محكمه كشفنا عن ان الثابت الكوني يلعب دور مهم جدا في تطور الكون وتوسع الكون هنا قامت عند الباحثين والعلماء وجهتي نظر واحده تقول ان الثابت الكوني هو ثابت يعني مقدار وكميه ثابته واخرى تقول لا الثابت الكوني هو طاقه تتغير حسب الزمن طاقه موزعه في الكون ككل و يعني تتغير مع الزمن مش ثابته اهل الجسيمات الاوليه مصرين على انها طاقه ثابته نحن الكوزمولوجيين نقول لا هي طاقه مش كلنا طبعا بعضنا بعض الكوزمولوجيين ومنهم انا يقول انه الطاقه تعتمد على الزمن لماذا هي في الحقيقه الطاقه المختزنه في تحدب الزمكان لانه كما قلنا الكون انطلق انطلق عندما حصل تحدب هائل في الزمكان كيف حصل ما ندري حتى الان هذا التحدب الهائل في الزمكان اللي مصدره لحد الان ما نعرف، اختزن طاقه كبيره على شكل ما يسمى بالكوزمولوجيكال كونستانت وهو اللي دفع المجرات واجزاء الكون الى التمدد، وكلما تمدد الكون كلما صار اكثر تسطحا اكثر تسطحا، طبعا هنا ممكن تنتبه الى شغله انه بدايه توسع الكون، بدايه انطلاق الكون كانت سرعه التوسع هائله جدا. هائله جدا، بدات تتباطا. لكن الاشكاليه امام هذا المقترح انه اذا كان الكون سيتسارع الان فهذا ايضا يناقض النظريه هاي مال الطاقه المختزنه في التحدب باعتبار ان التحدب بدا يقل فالطاقة المختزنة ده تقل بالتالي التسارع يجب أن يتباطأ وبالتالي الكون في مرحلة من مراحل قادمة بعد مليارات السنين راح يتوقف ويرجع ربما ينكمش آه كما قلت في مرة سابقة كمان نحن نعترض وأنا منهم أنه التسارع الظاهري هذا للكون هو تسارع لمنطقه معينه من جزء معين من الكون المنظور وليس للكون ككل هاي ناحيه جدا مهمه فبالتالي ممكن ان يكون الكون ككل اجمالا المنظور وغير المنظور ما دا يتوسع بتسارع منطقتنا حينا هذا اللي ساكنيه من الكون دا يتوسع بشكل متسارع لكن المدينه كلها ما بتتوسع بتسارع ربما بصير هذا بصير يعني يفسر أو يحل الإشكال على الأقل فهذا الحقيقة اللي يقدمه علم الكوزمولوجيا الآن لكن تبقى مشكلة المادة المظلمة ما محلولة لا نظريا لا نظريا يعني هناك خلاف عن نشأة المادة المظلمة نظريا وهناك خلاف على تحقق النظريات في الأرصاد فقسم من الباحثين يرى أن النظرية تفسر يعني قصدي نظرية المخزون الطاقة في تحدب الزمكان تحدب الزمكان مرة أخرى أجيب المثال مثل ما هسه هاي الورقة تطويها هاي الورقة تطويها هالشكل حد يعني خلينا نقول ولا وين كان المفروض اعملها كره أه؟ بعدين اتركها راح تنفتح مثل الزنبرك فالكون كذلك هالشكل يعني اذا اختزن طاقه هاي الطاقه يرجع يحولها الى حركه وممكن ان يتوسع الكون على بهذا الشكل لكن كما قلت الاسس النظريه والتفصيليه والتبريرات والتفسيرات وتوسع الكون نفسه معدل اقصد توسع الكون اللي يسموه ثابت هبل او معامل هبل الان يسموه معامل هبل هو معامل الثابت الكوني او معامل الكوني كوزمولوجيكال باراميتر هذه شغلات بدها تدقيق على الصعيدين النظري والعملي النظريه والعملي بدنا ندققها بتدقيق الأرصاد مرة أخرى لأنه إشكالية كما قلت الإشكالية هي أننا إذا كنا نرى جزءا من الكون وهنالك كون أكبر محجوب آه يعني مسألة بالفعل يعني في حساباتي آه الكون أكبر من كوننا الحالي بسبعين مرة بس على فكرة ممكن يكون سبعمائة مرة كمان يعني بس انا حساباتي المنشوره في الفيزيكال ريفيو نشرنا بحث عليها يبين ان حجم الكون سبعين مره الكون المنظور المنظور فبالتالي لنا حجه في ذلك ولكن تبقى المشكله والمعضله قائمه حتى الان لا الطاقه المظلمه معروفه شنو هي ولا الماده المظلمه معروفه شنو هي والباحثين شغالين عليها. احبتي الاكارم أه سنتابع المزيد من هذه المعلومات تدريجيا في حلقات اخرى ان شاء الله تعالى استودعكم الله اعزتي الاكارم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.